في 3.3 اللي هو البارتيشنز، التجزئات، تجزئة. بارتيشن معناه التجزئة. بنقول لتكن A B an empty set، A مجموعة غير خالية. script B is a partition of A، بنقول عن script B انها partition of A، تجزئة ل A إذا فقط إذا كان B، script B is a set of subsets of A، يعني script B هي مجموعة من مجموعة مجموعات ل A، بحيث أن تحقق ثلاث شروط. أول شرط إنه الإكس ينتمي لسكريبت بي يؤدي إنه الإكس لا تساوي فاي، يعني ما فيش ولا واحدة منهم بدها تساوي فاي، ولا واحدة منهم بدها تساوي فاي. التاني إذا كان إكس ينتمي لسكريبت بي والواي ينتمي لسكريبت بي، فإن الإكس تساوي الواي أو الإكس تقاطع الواي بيساوي فاي. يعني إما إنه طبعا يعني بمعنى آخر إنه إما يكونوا متساويات أو تقاطعهم فاي، ما فيش إمكانية ألاقي تنتين متقاطعات إلا أن يكونوا متساويات. الثالث إيش بيقول لي؟ بيقول لي لازم اتحاد كل المجموعات X اللي بتنتمي لسكريبت B لازم يساوي المجموعة A. طبعا عشان نقول عنهم تجزئة ل A، تجزئ A، لازم اتحادهم يساوي المجموعة A. ناخذ إكزامبل بسيط. let A تساوي 1 2 3، ولت سكريبت بي تساوي الواحد والاثنين والثلاثة. خلينا نشوف. then أنا بقى سكريبت بي is a partition of A، a partition of A. طيب نشوف هل في واحدة فيهم فاي؟ ما فيش. إما يكونوا متساويات أو تقاطعهم فاي. طبعا عشان أنا بكتب مجموعة بالطريقة هذه فيش إمكانية أكتب المجموعات المتساوية، وبالتالي لازم يكون التقاطع، يجب أن يكون تقاطع فاي. طبعا واضح أنه التقاطع فاي. اتحاد المجموعتين هذول بيعطيني المجموعة A ولا بيعطيني؟ نعم بيعطيني المجموعة A، يبقى هي في partition of A. طيب لو كان هذا نسميها P1، P1 لو كان P2 تساوي زي هيك 1 و2 و3 مثلا، وال P3 تساوي زي هيك 1 2 وأيضا 3 بالطريقة هذه، برضو إيش؟ then p script p2 and script p3 are partitions of A. برضو ليش؟ لأنه هدول التنتين ما فيش فيهم ولا واحدة فاي، وتقاطعهم فاي، واتحادهم هو المجموعة. نفس الكلام ثلاث مجموعات هذولا ولا واحدة منهم فاي، وتقاطع أي تنتين منهم برضو فاي، واتحادهم بيعطيني إيش؟ المجموعة اللي هي أي نفس. طيب الآن example آخر، example آخر. the set script B تساوي ال E وال D، يعني هذول ال even integers وهذول ال odd integers، حتكون is a partition of ايش؟ is a partition of z، لانه احنا عارفين انه ال even وال odd ما فيش فيهم بينهم تقاطع، وطبعا اكيد فيش واحدة فيهم فاي، واتحادهم بيعطيني ايش؟ اللي هو المجموعة الاعداد الصحيحة اللي هي z. ال even وال odd هم بشكلوا partition ل z، لانه ما فيش واحدة ولا فيهم فاي اكيد، واتحادهم وتقاطعهم فاي، واتحادهم بيعطيني ايش؟ المجموعة اللي هي ايش؟ مجموعة زد. طيب نجيب كمان بارتيشن للزد. example المجموعة هذه سكريبت بي تساوي 0 1 2 الى اخره، وهنا ايه؟ ناقص 1 ناقص 2 الى اخره، هذه بتشكل is a partition of z، of z ايضا. ليش؟ لانه الان اي تقاطع بيعطيني فاي، اي تقاطع بيعطيني فاي، وطبعا ما فيش ولا واحدة فيهم فاي، واتحادهم حيعطيني المجموعة z. ممكن كمان نسميها بي واحد، كمان سكريبت بي اثنين. لو بدي اخذ عنصرين عنصرين، مثلا بدي اخذ 0 و1، هنا انا بدي اخذ 2 و3 الى اخره، هنا ناقص 2 وناقص 1 بنفس ايش النسق هذا، ماشي هيك. برضو script p2 is a partition
اوف زد بتشكل تجزئة للمجموعة ايش؟ للمجموعة زد. ناخذ اكزامبل اخر، المجموعة ذا سيت لو لت جي ان تساوي ال n وال n زائد واحد، ال half open او half closed interval، then خلينا نسميها سكريبت بي تساوي ال جي ان حيث n تنتمي الى زد is a partition of R، تجزئة ل R. لو أخذنا الـ n مثلا بواحد، مش بتعطيني، بتعطيني واحد واثنين، مغلق من عند الواحد مفتوح من عند الاثنين، لو الـ n باثنين هتعطيني اثنين وثلاثة، بعدين ثلاثة وأربعة، أربعة وخمسة وهكذا طبعا، وبالناقص بنفس الطريقة، وبالتالي ما فيش تقاطعات بينهم ولا واحدة فيهم أكيد فاي، واتحادهم حيعطيني إيش اللي هو المجموعة، المجموعة R، المجموعة R. الآن في عندنا نظرية theorem إيش بتقول لي؟ if R is an equivalence relation on an empty set، يبقى R equivalence relation on an non-empty set A، then A modulo R، طبعا هو the set of all equivalence classes of R أو for R is a partition of A، يبقى الآن the set of all equivalence classes هي partition، وإحنا قبل هيك تكلمنا في المحاضرة اللي فاتت إنه التقاطعات طبعا فيش ولا واحد فيهم فاي، والتقاطعات تبعهم اللي هو إما أن يكون متساوي إما تساوي فاي، واتحادهم بيساوي الـ A. أخذنا نظرية سابقة، النظرية السابقة إيش بتقول لي؟ النظرية السابقة في المحاضرة اللي فاتت let R be an equivalence relation on a non-empty set A for all x و y ينتمي إلى F. we have إنه الـ x modulo R محتوى في A والـ x and x تنتمي للـ x modulo R، يعني الـ x modulo R هنا لا يمكن إنه يساوي phi، يعني every equivalence class is non-empty، يبقى كل equivalence class non-empty اللي هو الشرط الأول، الشرط إيش؟ الأول تبع البارتيشن. الآن x related لل y إذا فقط إذا كان x modulo r يساوي ال y modulo r، يعني لو كان ال x related لل y فحيكون ال x modulo r بيساوي صف تكافؤ ال x ونفس صف تكافؤ ال y. طيب الثالثة بنقول إذا كان ال x مش related لل y فالتقاطع فاي، طبعا إحنا في إن فيش عندنا الاحتمالين، إما إنه ال x related لل y أو ال x not related لل y، إذا كان related فهما متساويين، إذا كان not related فهو إيش؟ التقاطع تبعهم فاي اللي هو الشرط الثاني. إيش ده بدنا نثبت؟ بدنا نثبت الشرط الثالث. ايش هو الشرط الثالث؟ الان proof from the above theorem condition واحد and اثنين are satisfied، مستوفى. Now we show إنه اتحاد ال x modulo r حيث أن ال x ينتمي إلى A هو نفسه إيش؟ A، عشان اتحاد كل الصفوف، اتحاد كل صفوف التكافؤ بتعطيني المجموعة A. طيب الآن أنا we have by definition x modulo r محتوى في A، هو جزء من A، يؤدي for every لكل X ينتمي ل A، and so ما دام كل واحد فيهم في A يبقى إيش صار عندي الآن؟ and so اتحاد ال X modulo R وال X ينتمي ل A كلهم مجموعات جزئية أو مجموعة جزئية من A، لأنه كل واحد في كل لكل X X modulo R محتوات في A، يبقى اتحادهم لازم يكون في A. الآن بدي أثبت ليش إنه ال A محتوات في الاتحاد الـ x modulo r. لو أنا قلت y ينتمي لـ a، conversely الآن، conversely y ينتمي لـ a، يؤدي ذلك إنه y ينتمي إلى الـ y modulo r لصف التكافؤ تبعه، أكيد حينتمي، أكيد ما دام بينتمي لصف التكافؤ يبقى y ينتمي لاتحاد الـ x modulo r والـ x ينتمي لـ a، and so صار عندي A، A محتوات في اتحاد ال X modulo R وال X ينتمي ل A. Thus أو therefore A تساوي اتحاد ال X modulo R وال X في A. Thus
ال A modulo R is a partition of A. Of A. يقبل الآن علاقة التكافؤ أنتجت لي إيش؟ أنتجت لي partition. علاقة التكافؤ أنتجت partition. السؤال اللي بيطرح نفسه الآن، هل البارتيشن تنتج علاقة تكافؤ؟ يعني هل العلاقة كل علاقة تكافؤ قلنا تنتج بارتيشن، العكس هل هو صحيح؟ كل بارتيشن تنشئ علاقة تكافؤ؟ الإجابة أيضا نعم، وهي في النظرية التالية. النظرية بتقول الآتي: theorem let script be a partition of A on an empty set of A. A partition on an empty set A. For X and Y بينتموا لل A. Define X related لل Y. يبقى الآن بنعرف علاقة التكافؤ، إنه X related لل Y if and only if there exists C ينتمي لل script P such that X ينتمي لل C وال Y ينتمي لل C. يعني بمعنى الكلام إذا كان ال X وال Y في نفس ال partition set، لانه البارتيشن عباره عن سيتس، في نفس البارتيشن سيت، في نفس اللي هو المجموعه التجزئه، فحتكون عندي ايش؟ اكس ريليتد للواي اذا كان اكس ينتمي للمجموعه سي والواي ينتمي للمجموعه سي، يعني الاثنين بينتموا لوين؟ لنفس المجموعه. اذا كان الاثنين بينتموا لنفس المجموعه بنقول عليهم they are related. هذا التعريف تبع ايش؟ علاقه التكافؤ. Then R is an equivalence relation on A. هذه الاول حاجه. يبقى بدنا نثبت أول شيء إنه R is an equivalence relation on A. الثانية إنه equivalence classes the set of all equivalence classes of A هي نفسها إيش؟ هي نفسها ال partition، هي نفسها ال partition. Proof. أول حاجة طبعاً by definition of R is reflexive. لانه فيش امكانيه انه يكون، احنا بنقول اذا الاكس ريليتد للواي اذا الاثنين في نفس المجموعه، فالاكس هو مع نفسه في نفس المجموعه، فبالتالي خلاص القصه ما فيش امكانيه يكون في مجموعه ثانيه. يبقى ار از ريفلكسيف باي ذا ديفينيشن اوف ار. هاي اثنين. طيب لو كان اكس ريليتد للواي، طبعا ليت اكس وواي ينتمي الى ايه؟ اكس ريليتد للواي يؤدي ذلك أن there exist C ينتمي إلى script B script P such that X و Y بينتمي إلى C. X و Y ينتمي إلى C معناها Y و X ينتمي إلى C يعني. يبقى ال X وال Y هي في وين؟ في نفس ال partition set، أو ال Y وال X في نفس ال partition set and so Y و X بتنتمي إلى C and so اللي هو ال X related ال y related لل x. مش هتفرق ال x وال y في المجموعة c ولا ال y في ال وال x في المجموعة c، لأن so r is symmetric. r is symmetric. طيب الآن شوف for transitivity ثلاثة، بنتكلم الآن عن الترانسيتيفيتي. يبقى نقول let x و y و z بينتموا إلى A. الآن x related لل y، x related لل y و y related لل z يؤدي ذلك إنه there exists C ينتمي لسكريبت B P such that إنه ال x و y بينتمي لمين؟ لل B. and there exists D ينتمي لسكريبت B such that إنه ال y و z بينتموا لمين؟ إلى الدي. طيب إحنا عارفين إنه عناصر سكريبت بي إما تكون تقاطعها فاي أو متساوية، لكن الآن عندي أنا الواي بينتمي للبي، there exists سي تنتمي لهذه السي، هذه السي إكس وواي ينتمي للسي، وعندي الواي وزد ينتمي لدي، يبقى الواي تنتمي لمين؟ لا سي تقاطع دي، وبالتالي ما دام سي تقاطع دي لا يساوي فاي تقاطعهم، يبقى لازم يتساوي. Since script B is a partition and Y تنتمي لسي تقاطع دي، يبقى ايش حيكون عندي؟ then C تساوي دي.
and so ال x وال y وال z بتنتمي لمين؟ ل سي أو دي سيان. therefore x related لل z. therefore R is transitive. Thus, R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. الآن, now, we show اللي A modulo R to subscript B. أول حاجة واحد we show ال A modulo R هي جزء من مين؟ من script B. يقبل الآن بدي أخذ إيش على العناصر اللي هنا؟ هي عناصر هي صفوف تكافؤ. يقول let X تنتمي X modulo R تنتمي لل A modulo R. بدي نختار B هنا choose B تنتمي لسكريبت B such that X ينتمي إلى B. We show بدنا نبين إنه X modulo R يساوي إيش؟ ال B. إذا كان ال X modulo R سوى B فصار ال X modulo R بينتمي لمين؟ لسكريبت B، وبالتالي صارت عندي ال A modulo R هي جزء من وين؟ من ال B. الآن لو أخذت أنا Y ينتمي لل X modulo R يؤدي ذلك أنه X related لل Y. يؤدي ذلك أنه there exist خلينا نسميها C تنتمي ل script B such that X و Y بينتمي ل C. but X بينتمي لمين؟ إلى ال B. X بينتمي لل B. صارت عندي X ينتمي لل B وال C. so B تساوي C. لأنه إحنا قلنا قبل شوي كمان قلنا ال B بتساوي C. قلنا قبل شوي فيش إمكانية ال two partition set، هذه partition set اللي بنسميها partition set. ال two partition set إما بدي أقطعهم phi أو متساويات، وبالتالي بما إنه التقاطع لا يساوي phi فيهم X الآن فصارت B تساوي C. so اللي هي ال Y تنتمي لمين؟ إلى ال B. therefore X modulo R الآن هو جزء من مين؟ جزء من B. أنا بديت بـ y ينتمي لـ x modulo r وانتهيت بـ y ينتمي إلى الـ b، فصارت عندي الآن اللي هو الـ x modulo r جزء من b. الآن عشان المساواة لازم أقول أنا أخذ عنصر من b وأثبت إنه ينتمي إلى الـ x modulo r. الآن y ينتمي لـ b، إحنا في الأول قلنا choose b تنتمي لـ script b بحيث إنه الـ x ينتمي لـ b. يقبل x هذا معلوم سلفا إنه الـ x بينتمي لـ b. أنا y ينتمي لـ b يؤدي ذلك إنه X و Y بينتمي لل B. by definition of a relation للعلاقة، بتعريف العلاقة قلنا X related to Y if and only if there exists C ينتمي إلى script B such that X و Y ينتمي إلى مين؟ لا اللي هو ال C. فعند ال C أو ال B مش قضية يعني. ال X وال Y الآن انتموا لنفس ال partition set لنفس إيش؟ المجموعة. معناته ذلك by definition of the relation يقبل X related لل y، ال x related لل y، معناته الكلام انه y بتنتمي لل x modulo r. بديت ب y ينتمي ل b وانتهيت ب y ينتمي ل x modulo r، so b محتوات في ال x modulo r. ال b محتوات and so الان صارت ال x modulo r هو نفسه مين؟ ال b. ال x modulo r هو نفس ال b، معناته الكلام صار ال a modulo r هو جزء من وين؟ من ال b. therefore a modulo r جزء من وين؟ مجموعة جزئية من ال b. modulo r a modulo r. الآن بدنا نبين نثبت ايش؟ الجزء الثاني. conversely we prove اللي هو ايش؟ script b جزء من مين؟ من a modulo r. من a modulo r بدي اخذ الان let b تنتمي لمين؟ لscript b. يؤدي ذلك او خلينا نقول على طول بدون b تنتمي لscript b، يؤدي ذلك انه ال b مالها لا تساوي ال phi. معناته الكلام there exist z
ينتمي لمين؟ لا اللي هو ايش؟ البي. في زد ينتمي للبي. وي شو الان، وي شو انه بي تساوي زد موديولو ار. وي شو بدنا نبين انه البي بدها تساوي ايش؟ زد موديولو ار. الان لو قلنا واي ليت او واي ينتمي لبي، واي ينتمي لبي معنات الكلام، انا قلت انا ايش؟ في زد ينتمي لبي، وواي ينتمي لبي يؤدي ذلك انه واي وزد بينتموا الى بي، يؤدي ذلك انه واي تند ريليتد للزد او زد ريليتد للواي، لانه في عندي كوفالنس ريليشن حتفرق يعني. يؤدي ذلك انه الواي تنتمي للزد موديولو ار لانه اثنين ريليتد. يؤدي ذلك او سو البي هي جزء من مين؟ من زد موديولو ار. الان العكس، لو انا قلت انا واي كونفيرسلي، بلاش كونفيرسلي، اون ذا اذر هاند، اون ذا اذر هاند، انا نستخدم كونفيرسلي، اون ذا اذر هاند لو قلت انا واي بينتمي للزد موديولو ار، يؤدي ذلك انه واي ريليتد للزد. ما دام واي ريليتد للزد يبقى واي اند زد، يؤدي ذلك ان واي اند زد ار ان ذا سيم بارتيشن سيت، بات زد ينتمي لمين؟ لبي. بات زد ينتمي لوين؟ الى البي. سو اللي هو زد، سو واي وزد بينتموا الى بي، اند سو واي ينتمي لبي. الان انا بديت من واي ينتمي لزد موديولو ار وانتهيت بواي ينتمي لوين؟ الى بي. يبقى ذيرفور زد موديولو ار محتوات في مين؟ في البي. ذيرفور الاي موديولو ار او البي سكريبت بي جزء من اي موديولو ار. فقبل شوي اثبتنا انه العكس، اي موديولو ار هي جزء من البي سكريبت بي. سكريبت بي الان thus السكريبت بي هي صف مجموعه كل صفوف التكافؤ تبعت ايش؟ العلاقه ار. سكريبت بي هي مجموعه كل صفوف التكافؤ تبع العلاقه ار اللي عرفناها انه اكس ريليتد للواي اف اند اونلي اف اكس اند واي ار ان ذا سيم بارتيشن سيت، في نفس اللي هو ايش؟ مجموعه التجزئه. الآن في عندي example let a تساوي 1 2 3 4، let script b تساوي هنا الواحد واثنين وثلاثة مثلا وإيش والأربعة. find the relation R associated المرتبطة by script B by نعم script B، بده العلاقة R مرتبطة باللي هي script B. طيب نيجي نقول solution R تساوي، احنا قلنا ايش؟ ال x related y اذا كان x و y في نفس ايش؟ في نفس البارتيشن سيت، هذه بارتيشن سيت وهذه بارتيشن سيت وهذه بارتيشن سيت. الان الواحد فيش الا الواحد مع الواحد. الان الاثنين وثلاثة هذه يبقى ايش في عندي؟ في اثنين مع الاثنين، والاثنين مع والثلاثة مع الثلاثة، والاثنين مع الثلاثة، والثلاثة مع الاثنين. الأربعة هتكون بدي فقط أربعة مع ايش؟ الأربعة. يبقى هذه هي إيش؟ الإكوفالنس ريليشن. هذه هي إيش؟ الإكوفالنس ريليشن أسوسييتد وذ ذيس بارتيشن. طيب كيف جبناها؟ أنا دائما بقول في مثال تاني بدي أشرح إكزامبل تاني، اللي هي نفسها A تساوي 1 2 3 4 5 وهي 6 كمان. سكريبت B تساوي خلينا نقول 1 2 و3 وهنا 4 و5 وهنا ايه 6. find اللي هي ايش؟ R associated the equivalence relation
The equivalence relation associated with اللي هي ايش؟ سكريبت بي. طيب solution بنشيل الورقة هنا شوية. ايش بدي اعمل الان؟ هاي السوليوشن انا عندي اللي هي السكريبت بي بتساوي الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة والخمسة والست، بحط سكريبت بي تحتها، هاي الواحد هاي الاثنين والثلاثة وهي الأربعة والخمسة وهي الست، بعمل كروس برودكت لهذه مع هذه، كل واحدة مع نفسها، كل واحدة مع إيش؟ مع نفسها، كل واحدة مع إيش؟ مع نفسها. يعني الآن R تساوي هذه مع هذه، الكروس تبعهم واحد وواحد، هذه مع هذه الآن اثنين وثلاثة مع اثنين واثنين واثنين وثلاثة وثلاثة واثنين وثلاثة وثلاثة. الآن الأربعة والخمسة بيجي بقول والله أربعة وأربعة، أربعة وخمسة، خمسة وأربعة، وخمسة وخمسة. خلصنا من هدول الكروس. الآن الستة مع الستة فيش إلا إيه؟ ستة وستة اللي هي واحد. فهيك أنا طريقة سهلة وبسيطة على طول بجيب إيش؟ بجيب اللي هي إيه؟ الـ relation associated with the partition P، وغالبا ما فيش امتحان بيخلى من هذا السؤال غالبا يعني. طيب نشوف مثال آخر. المثال الأخير اللي بدنا ننهي فيه المحاضرة، example the set A بتساوي A0 A1 A2 A3 script A where A0 بتساوي 4 K حيث أن K تنتمي للزد، يعني 0 4 8 ناقص 4 إلى آخره. ال A1 بتساوي 4 K زائد 1 وال K تنتمي للزد، يعني 1 5 9 إلى آخره ناقص 3 ناقص 7 إلى آخره. ال A2 4 K زائد 2 وال K تنتمي للزد اللي هي 2 و 4 6 و 4 10 إلى آخره ناقص 4 ناقص 2 ناقص 6 إلى آخره. A3 4 K زائد 3 3 و 4 7 و 4 11 إلى آخره ناقص A3 ناقص 4 ناقص 1 إلى آخره. Identify the equivalence relation، بين لي أو حدد ال equivalence relation associated with A on Z. طبعا طبعا هذه ايش؟ بارتيشن لمين؟ للزد. بارتش لمين؟ لا اللي هي الانتجرز. طيب احنا مر علينا حاجه زي هيك، مرت علينا حاجه زي هيك، اخذنا اي صفر اي واحد اي اثنين، او سميناه صف تكافؤ الصفر صف تكافؤ الواحد صف تكافؤ الاثنين، كانت لمين؟ للكونجرونت موديولو ثلاثة. يبقى هذه واضح جدا، بدينا من اي واحد اي اثنين اي اي صفر اي واحد اي اثنين اي ثلاثة، يبقى solution the relation is the relation أو equivalence relation on Z associated with script A is اللي هي congruent modulo 4 اللي احنا ايه اخدناها. احنا عملنا المثال اللي حليناه في المحاضرة اللي فاتت congruent modulo 3، لكن هذه واضح انه A0 A1 A2 A3 انها congruent modulo 4، وبهيك بينتهى درس البارتيشن وبينتهي معاه اللي هو 3.3.